السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة وتهكير جديد. اليوم عندنا لعبة بلوكي رودز. هذه اللعبة مشهورة جدا ولها كثير من التنزيلات، وسوف أقوم بتهكيرها اليوم. وهي لنبدأ الشرح، أولا سوف نقوم بدخول لتطبيق اللاكي باتشر، نضغط خيار اللعبة ونضغط فتح قائمة باتشات، إنجام اللي في بك معدل ونضغط إعادة بناء. هستغل لما تتم هذه العملية سوف أرجع لكم. ورجعت لكم مرة أخرى، نضغط انتقال إلى الملف ونضغط إلغاء التثبيت والتثبيت. أصدقائي لما تثبت اللعبة سوف أرجع لكم. تثبيت اللعبة بنجاح. الآن نضغط تم، والآن ننزل إلى الأسفل ونضغط إعادة بناء والتثبيت. الآن نضغط خيار اللاكي باتشر ونضغط خيار موديفايد ونقوم بحث هاي اللعبة. نضغط خيار بلوكي رودز، اضغط خيار التثبيت. عشان لما تثبت سوف ارجع لكم. تم تثبيت اللعبة بنجاح. الان نضغط تم ونخرج ونفتح الانترنت ونقوم بالدخول الى اللعبة. حسيت اصدقائي ننتظر قليل، نضغط هنا، نضغط بلاي، طبعا نضغط خيار زيادة الاموال في العلا ونضغط أكبر كمية من المال وهي 250,000. وكما ترون أصدقائي، لعبة بلوكي رودز مهكرة، واستطعنا تهكير ملفات اللعبة واختراق الملفات اللعبة كما ترون قدامكم. ولدينا 909,909,909,000، ما أدري هذه كم الرقم صراحة. حسنا ما علينا، أهم شيء إنه هكرنا اللعبة هذه واستطعنا تهكيرها ونجيب فلوس إلى نهاية. حسنا أصدقائي، نتمنى أن تستفيدوا من هذا الشرح البسيط والسهل جدا، وأتمنى أن تشهروا هالفيديو. وإلى هنا ينتهي فيديونا اليوم، وإلى اللقاء، سوف نلقاكم بفيديو آخر، ومع السلامة.